también al mecanismo europeo que hemos activado. Ya les puedo decir que esta tarde llegarán eh, desde Marruecos eh, llegarán 24 camiones de los que también necesitábamos de alcantarillado, que se incorporarán a los que ya están trabajando sobre el terreno. También están activados eh, Francia y Portugal, que traen otros medios para distintas labores que continuarán eh, trabajando de forma paralela. Y eso sería en cuanto a eh, la emergencia. الدنيا هي هذه ما كيعرفش الانسان شنو اللي كتخبي ليه الدنيا من هنا لغدا السنه اللي فاتت 2023 كانوا الاسبان كما شفتوا معايا هذا واش خليت لكم هذاك المقاطع باش تشوفوه ديال الوحده العسكريه ديال اسبانيا اللي كانت مشات لهذيك المناطق المتضرره ديال الحوز فين كان ضرب داك الزلزال وزيد وزيد 24 ولا سنه 2024 شوف شنو اللي وقع في اسبانيا هذا آه هذا بغض النظر على الضرر والحجم ديال الكارثه اللي وقعت هادشي الشيء اللي كتشوفوا معايا وهذه العلاقه اللي كاينه ما بين المغرب واسبانيا ما هي الا عندها دلاله كبيره عندها دلاله كبيره بان هذه العلاقه رجعت بقوه كاين مستجدات ما فين خليكم معايا لان غنهضروا على واحد النقاط اللي مهمين من الناس اللي كتعيشوا في المناطق دابا اللي فيها بحال مالاغا طمئنونا عليكم كيفاش كاينه كيفاش دايره الدعوه تما كاين بزاف ديال الفيديوهات كيروجو ما بغيت نحط حتى شي حاجه صراحه الله ولكن يا ريت يا ريت الناس اللي كتعيشوا في هذه المناطق خلوا لنا التعاليق كيفاش دايره الدعوه ديالكم تمايا نتمنى يعني حتى واحد ما يصيبو شي مكروه لان الامر ما كيبشرش بالخير كاين فيديوهات متداوله اللي خايبه بزاف صراحه الله نتمنى الله السلامه كما قلت لي اخوان البارح درنا واحد اللايف على هاد الشاحنات اللي شفتو معايا كاين المستجدات اللي غادي نقاسمو معاكم عاد ندوزو نشوف واحد الفيديو باش نعطيو بعض النصائح لبعض الاخوان خصوصا في هاد المناطق دابا اللي فيها هاد العاصفه هادي ديال دانا مره اخرى البارح كنا هضرنا ولا على حساب داكشي اللي كانت حطات لنا الوزاره ديال ديال الداخليه الجديد الاخوان هو الفرع ديال الحكومه ديال المنطقه ديال غرناطه تما فين نزلوا هذا الكومبوي هذا ولا فين نزلت هذه القافله ديال الشاحنات وهذا اللي غنهضروا عليه كما قلنا البارح قلنا 24 شاحنه و70 عامل فهذا الخبر هذا ولا الفرع ديال الحكومه ديال غرناطة كيقول كي لنا بان كاين 25 كاميو 25 كاميو و24 اوتوبومباس اللي هما عباره عن سيترنات اللي كما شفتوا معايا اللي هما اللي كيسرحوا بهم ال يعني المجاري ديال الصرف الصحي كنعرفوا دابا غادي يكونوا مسدودين مره واحده يعني مخنوقين وكاينه وحده ولا كامي واحد اللي هو عباره عن دي باناج بغينا نقولوا فيه الماتيريال يعني ديال يعني ديال الاصلاح لا خسرات شي حاجه ولا شي حاجه باش يقادوا الامور ديالهم يعني كامله ديال السيسترنات اللي شفتوا معايا كلهم هذوك السيسترنات كلهم عندهم علاقه يعني ولا التخصص ديالهم هو يا يعني تسليك المجاري ديال الصرف الصحي بمعنى اخر يعني القوات قوات ديال ديال الوضع الحار لان دابا غادي يكون كلشي مسطوكي كلشي مسدود الناس كتشطب كترمي تمايا الناس اللي ما متطوعين كلشي كيلوح تمايا يعني وبالتالي غادي يكون كلشي داك الشيء مخنوق اذا قدر الله عاود جات ثاني شي حاجه اخرى ولا جات شي شي ضانه اخرى ولو تجيو كاع تجيب قل من داك الشيء اللي اللي طاحت المره المره اللي فاتت فغادي تسيب كلشي مسدود وبالتالي بالفضل ديال هاد السيسترنات هادو ولا بهاد بومباس اللي جاو ديال ديال المغرب فغادي يتم يعني التسريح ديالهم بطريقه مزيانه يعني باش ما يخليو فيهم حتى شي حاجه اللي بغيت نوريكم

Vaya hombre, Roy, cierra el mercado, coño, gente trabajando. Mira la arqueta. Mira la arqueta, cómo va, calle Mármoles, del habla lado lado de agua, el mercadón operativo. Este, en vez de decir el, el Paco Roy, este o oh, Roy, coño, chavales, vuestra casa, no, los tiene ahí meti Aquí están trabajando los tíos y el tío no dice, coño, irse a vuestra casa, cerrarlo y largar o no. Tiene ya toda la plantilla, gente comprando. Mira que está saliendo gente con bolsa de la compra, que están cobrando. Mira. هايلان <applause> <applause> كلنت كومبورسا كان تخدمو ما كيغلقوش كيمشيتو معايا الاخوان هذه ميركادونا الناس اللي كتعيشو في اسبانيا طبيعه الحال مركم شفتوها شفتو الاشاره ديالها شفتوا الناس خدامه والوزيره ديال ديال الشغل ديال ديال العمل ديال اسبانيا يولاندا دياس حدرت يعني وصاتت واحد الرساله واضحه للناس اللي هما يا عندهم شركات بعباره اخرى الناس اللي كيخدموا معاهم عباد الله ملي كتكون شي اشعار ديال ضانه ولا مثلا ديال غادي يكون فيضانات ولا شي حاجه فهاد الناس ما خصهمش يمشيو يخدموا وهذه هي الرساله ولا المساج اللي بغيت نوصل ليكم الاخوان إذا كنتو قدامين قد بعاد من الدار ديالكم فالمناطق في اللي فيها اشعار ديال ان غادي يكون فيضانات اذا قدر الله ما تمشيوش للخدمه راه القانون كيحميكم كي هي باللسان ديالها قالت بان غادي يعني يطيح فوق هاد الناس اللي كيديروا هاد المساله هذه دي القوه ديال القانون كامله غادي تطيح فوق هاد الناس اللي كيشوفوا ان كاين حاله ديال تاهب مثلا اللي غادي ربما يكون فيها فيضانات وكيصيفطوا الناس ديالهم يخدموا علاش لان شفتوا في الفيضانات ديال فالنسيا شفنا واحد الكاميو ديال ماركادونا يعني اللي نقدوا ماليه دوك الناس اللي كانوا خدامين فيه بالسيف شويه كانوا غاديين يمشيوا موية لأن ما وياه يعني الكاميو مشى بقى تما يعني الدهلواد ولكن الناس اللي كانوا خدامين اللي حصل الحظ نقضوهم يعني ولا نزلوهم مشاو تعرضوا لهم الناس وخرجوهم وبالتالي الناس اللي خدامين في المناطق اللي فيها اشعارات ديال الفيضانات ما تمشيوش تخاطروا بالحياه ديالكم انا أقول لكم ما تهزوش الطوموبيلات ديالكم وتمشيو تخاطروا بالحياه ديالكم راه القانون كيحميكم كي فكان بغي نقول لكم مره اخرى الاخوان ما تهزوش الطوموبيلات ديالكم ما تحركوش من الديور ديالكم ما تمشيوش تخدموا واخا يعيطوا لكم في التليفون واخا يتصلوا بكم ما تمشيوش تخدموا لان كاين عندكم القانون في الدار ديالكم ما تخافوش من هذه المساله هذه واخا الاخوان مهم باش ما نطولش عليكم الفيديو هذا هو اللي بغيت نتقاسم معكم اليوم ما تنسونش بارك الله فيكم بالاعجابات والبارطاج قدر المستطاع نهاركم بروك نتلاقاو ان شاء الله في حلقه جديده السلام عليكم